فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصى علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته
والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبين الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قدري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بمحجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزق ويحق الحق ويحقق. واجعل اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعد. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي سيدي تنسى على الدار هجوم العداء مذ أضرم الباب بجزل ونار ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار أنا جيت أسألك يا المسمار
وريد جواب تنطيني يا النابت وسط صدري وليل نهار ماذيني أنشداك عن ثلاث سهام انت تسببت بيها أنشداك عن ثلاث سهام انت تسببت بيها ولا قلت انسى ما اذكر وقمت تنكرت ليها اذكرك بالكسر قلبي وخلى الدمع يجريها لو صبرت دلالي شصبر دمعتي بعين تذكر سهم عبد الله من شقيت لنحرى الثاني أولى عين البطل عباس هل مشى بها السطر تذكر سهام عبد الله من شقيت لنحرى ولا عين البطل عباس هل مشى بها السطر لا لا يا قلب الشهيد حسين حين طلعت من ظهره لا يا قلب الشهيد حسين حين طلعت من ظهره صبت الأذى عليا واخذت ايامي وسنيني ما ظنيت تفجعني القاسي واشوف البيت لو ظليت في صدري ولا تذبح رضيع حسين ولا تصوب أبو فاضي ويفقد جودة والجفين ولا تتحول مثلث وتفجعني على حسيني خلاك كل وكيد تفري كل شريان في صدري وعقب ما تقتل الزهرة وتأخذ مني كل عمري لا تترصد سامك أحبابي وانحب بقبري كل هذا اللي سويته يذوبني ويبجيني تتحول ثلاث سهام ما يكفيك كل شي صار منك طاحت الزهراء يوم استندت بالجدار طلعت يا وسف تنشيد لكن ما عليها خمار من مات النبي الهادي ما واحد يداريني جاوبها بلسان الحال كل صار مو بيدي
شابيد منه لو بيدي لا نبدي بهجوم الدار وهذا بداية وجودي. شو اللي صار؟ نبتني بوسط صدرك ولا قدرت تشيليني. سمعي مني جوابي أريد أرسلك الأعذار. تحول ثلاث أسهام مبدي يا أم لطهار عتب على اللي صوبني وأسس فكرة المسمار. أنشدك يا أم حسن وحسين يا زهرة عذريني. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى في كربلاء جنين. وبكسر ذاك الضيق رضت أضلعون في طيها يا سر الإله. إلهي نسألك وندعو ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله. اللهم فرج بها عن إخواننا في البحرين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. افتح لهم فتحا يسيرا وانصرهم نصرا عزيزا وفرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. اللهم بحقها من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيما المنظورين وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك إنك على كل شيء قدير. اللهم لا ترد أيدينا المرتفعة إليك إلا ببلوغ آمالنا. اللهم من كان في هذا المكان صاحب حاجة لا تفرق شملنا إلا بقضاء حوائجنا. فقد أمرتنا بالسؤال وضمنت لنا الإجابة فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه إنك على كل شيء قدير. وارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.